أصحابي الجليل الكبير العظيم. نبدأ من الأول. هو عبد عمرو عبد الكعبة، ولما التقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماه أو سماه عبد الرحمن، فبالتالي هو عبد الرحمن ابن عوف ابن عبد عوف ابن نصل إلى ابن كلاب ابن مرة، وهنا يلتقي نسبه بنسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو عبد الرحمن ابن عوف القرشي الزهري. يعني إذن هو من أخوال رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقصة إسلامه حاجة جميلة جدا. هو من السبعة ستة التمانية الأوائل اللي أسلموا، يعني كان هم تمن رجالة يبقى هو منهم، ست رجالة أو سبعة يبقى هو منهم. ومن المجموعة اللي أسلمت على يد أبو بكر الصديق رضوان الله عليه، في مجموعة كده الزبير بن عوام وطلحة وسعد بن أبي وقاص، مجموعة في الأول كده، ومن ضمنهم وعثمان بن عفان. المجموعة دي أسلمت، راح أبو بكر قال لهم الحكاية وخدهم وأسلموا على إيد النبي صلى الله عليه وسلم بمعرفة أبو بكر الصديق. بس هو القصة الإسلام حاجة لطيفة جدا. هو تاجر، تاجر شاطر جدا لدرجة أنه يقول لك أنا أمه يعني لو مسكت شوية تراب كده بيبقوا ذهب. وحنعرف تسلسل قصة الصحابي الكبير الجميل عبد الرحمن بن عوف. هو بيروح تاجر في اليمن، فبيروح دايما لما يروح يقابل راجل كده كبير اسمه عسقلان بن عواكن، اسمه عسقلان بن عواكن، راجل شيخ كده في اليمن كبير في السن. فدايما لما يروح يقعد جنبه، ففي المرة يعني في فترة ظهور النبي صلى الله عليه وسلم كان هو في تجارة، وراح قاعد جنب الشيخ، الشيخ كبير، انتسب يا أخي العرب، قول لي أنت مين؟ قال له عبد الرحمن بن عوف ابن، قال له آه من زهرة من قريش، قال له نعم، قال له أظهر فيكم دين جديد؟ قال له لا، قال له لا في دين جديد، في عندكم راجل طيب جدا وعظيم جدا وهيجي بكتاب مهم جدا وعظيم جدا وأعظم كتاب على الأرض، اتبعه خليك معاه. فمشي عبد الرحمن، خد الكلمتين من عمك عسقلان بن عواكن الشيخ الحميري اليمني الكبير، ومشي رجع مكة. فقابل أبو بكر الصديق، قال له أنا قابلت الشيخ، قال له فعلا الكلام اللي قاله لك عسقلان عسقران بن عواكل بن عواكن مظبوط، لقد نبئ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. قال له خدني ليه، ده الراجل قال لي اتبعه خليك معاه. فراح سيدنا عبد الرحمن بن عوف لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وأسلم على إيده، حكى له حكاية عسقلان، قال له ده الرجل أبا حمير الرجل الحمياري اليمني ده، أيوة ده من الناس اللي هم مؤمنين بصدق ومن الناس اللي بيأمنوا بيا ولا حيشوفوني ولا حيقابلوني لكنهم من الصالحين من المؤمنين. قصة لطيفة جدا دي، قصة إسلام عبد الرحمن ابن عوف.